طريقة عمل توست البيض تكفي شخصان المقادير بيضتان شريحتان خبز توست ملعقة طعام زبدة أو زيت زيتون ملح وفلفل حسب الرغبة طريقة التحضير نقطع لب كل شريحة توست بشكل دائري بقطر 5 سنتيمتر نذوب القليل من الزبدة في مقلاة ونطهو فيها شريحة توست على الجانب الأول لمدة دقيقة ثم نقلبها إلى الجانب الآخر ونفقص بيضة بداخل الحفرة التي صنعناها مع الحرص على عدم كسر صفار البيض نطهو حتى ينضج البيض بحسب الرغبة ونضيف ملح وفلفل حسب الرغبة نعيد نفس العملية بشريحة الخبز والبيضة المتبقية لمزيد من الوصفات زوروا موقع www.basmati.com